بتعرفي؟ براتاب رجع بعت لي صورة هديك البنت اللي خدعتها واستغلته وطلعت صورة نيلام. عن جد؟ ايه؟ بس ثانية لفرجيكي. ايه؟ ليكي. وكمان هي ما حدا اعتدى عليها من الأول وطلعت عم بتكذب علينا بكل شيء. الطفل اللي نيلام حامل فيه بيكون ابن براتاب. نيلام كذبت على أمها مثلنا وقالت لها إنه اعتدوا عليها. بتصدقي هي هددتني وقالت لي بالحرف إذا حكيت هي القصة لأي حدا وبوقتها رح تتخلص من الطفل بلا ما تقلي. هديك أم نيلام استغلت ميت بهي القصة. بوقتها إيشا تسببت بحادث ديب ولهيك خلت ميت تتزوج من بنتها. بس إذا كانوا نيلام وبراتاب بحبوا بعضهم بوقتها، شو اللي خلى نيلام توافق؟ صدقيني هي قالت لي بالحرف هي حدا كتير سيء. أنا ما عم بكذب عليكي أبداً، صدقيني هي بضحكت علي. هالحكي بيعني نيلام كانت حاطة براسها زوجي ميت من البداية وجيتها على بيت العيلة. يعني نيلام كانت مخططة لكل شيء وتظاهرت إنه هي ضحية وإنه في حدا اعتدى عليها مشان نحن نتعاطف معها. وقصة المرض تبعها كانت عبارة عن خطة بديلة مشان ما يسجنوها ويبعتوها على المشفى مشان تتعالج هنيك. عن جد هي البنت كتير ذكية وحاسبة كل شي بده يصير وقدرت تضحك علينا. أنا ما عم صدق. ليك براتاب أنا بدي أتشكرك على كل هي المعلومات ولازم تنبسط وما تتضايق بنوب لأنه هي البنت ما كانت من نصيبك. ما بعرف شو صار، شي غريب. وهلأ قولي شو بدنا نتصرف؟ بعد اللي سمعته لازم نحط لها حد بأسرع وقت ممكن. طلعت كل هي المدة عم تضحك علينا بس هلأ خلص بدي افضحها قدام كل العيلة وكمان لازم عاقبها. بعد اللي صار أنا ما رح ارحمها أبداً.